مشاهدينا في كل مكان من ملعب المباراة، أؤكد لحضراتكم بأن الأجواء رائعة، أجواء مثالية لمباراة كرة القدم. سأكون معكم من كابينة التعليق. اليوم موعدنا مع مباراة ضمن منافسات دوري 48 ساعة لأبطال فوت، مباراة نتمنى بأن تنتهي بكل التوقعات. دائما نشهد مباريات كبيرة وقوية هنا في هذه المنافسات، ولا نامل بأن تكون هذه المواجهة معبرة عن قوة وقيمة المنافسة، ولا تخيب التوقعات وأن تكون على قدر الحدث وترتقي للآمال والتطلعات. سواريز تسويبة تأتي، مستحيل البداية، أي قوة أي إثارة، هدف مبكر، اشتعلت الأجواء، انظر إلى الحماس، استمع إلى الأصوات، الله على هذا الصخب. الحكم يحتسب ركلة حرة في بداية المباراة. بيرلا ميندي، تدخل والكرة بتروح، حلوة الكرة البينية من سواريز، خطيرة الآن، مستحيل، كرة تبعد من على خط المرمى، دفاع مثالي، توقيت مثالي، هدف لا يأتي بهذه اللقطة. أرتورو فيدال، مباراة خاصة بالنسبة له اليوم، المشاركة رقم 250 له مع الفريق، استقرار داخل النادي، قدم مستويات رائعة وهذا ما يجعل يصل ل 250 مشاركة مميزة. ضاعت الكرة، كرة بتتخلص عن طريق فيدال، الحكم يعلن عن ركلة حرة. نيلسون سميدو، فرصة الآن، سواريز يصوب كرة من بعيد، أرتورو فيدال، شوف الاستحواذهم على الكرة، فارضين أسلوبهم، متحكمين في المباراة. انطلاقة وبداية فرصة، الله على الكرة البينية من سواريز الآن، تمركز ساعد كثيرا في قطع الكرة. سواريز، تصل لكرويف، بيليه، أرتورو فيدال، كرة تتهادى عند حارس المرمى، يعرف كيف يقرأ الملعب بشكل مميز. ماذا سيفعل الآن؟ مولر، توماس مولر يتقدم بالكرة، ممتاز الفريق في نقل الكرات، توماس مولر والكرة في المرمى من توماس مولر، يعشق الشباك، يعشق المرمى، لا يمكن أن يهدر مثل هذه الكرات، الله على هذا الهدف، أنت قدرة رائعة في قراءة الخصم. لويس سواريز، أرتورو فيدال، سواريز، هجمة حلوة، الكرة البينية من توماس مولر، برافو في التغطية، شوف إبعاد الكرة، خلصها من منطقة الخطورة، ممكن الفريق يستغل الوضعية أمام مساحة في هذه اللحظات، الله على التدخل من الحارس، افتكاك للكرة بشكل سليم. أرتورو فيدال، حسام عوار، تدخل سليم واعتراض بهذه الكرة، قطع ممتاز للكرة قبل أن تصل الخصم، قد تتسبب هذه في مشاكل. سواريز وفرصة خطيرة في المرمى، يا رب، كرة في المرمى من لويزيتو، لا يمكن أن توقفها.
ثلاثة أهداف مقابل لا شيء هي النتيجة الحالية. تقدم مريح جدا بثلاثة أهداف كاملة. كريزمان عنده فرصة على الجناح. حسام عوار. سواريز. بناء جيد لهذه المحاولة واحتفاظ بالكرة. بيليه. فقدوا الكرة. نيلسون سميدو. أنطوان غريزمان. ترتطم الكرة وتخرج إلى رمية التماس. حسام عوار. سواريز. حتى الفرصة في هذه اللحظات. فرصة هدف الآن. حارس المرمى موجود يبعد الكرة. لن عليه استغلال المساحات والبحث عن هجمة مرتدة. ضاعت الهجمة المرتدة والآن الكرة بتعود للخصم. مارسيلو. دييغو كارلوس. أرتورو فيدال. حسام عوار. يلعب الكرة بدقة كبيرة بالملي. يا سلام، يعرف كيف تخرج ومتى تخرج وأين تصل. الله على الكرة. حكم يقرر مرحلة أفضلية وعدم احتساب خطأ في هذه الكرة. بيليه. تصل لكرويف. أضاع الكرة. الآن تفصلنا دقيقتين. احتسبهم حكم المباراة كوقت بدل ضايع. يحاول أن يتقدم في نصف ملعب الخصم. سواريز. ممتازة إلى توماس مولر. رأسية في الشباك. الله على هذا الهدف. كان هدفا جميلا بعد بناء الهجمة بشكل ممتاز. انتهت الكرة في المرمى. هذه الإعادة. شوف المجهود الرائع. الشوط الأول ينتهي بنتيجة مفاجئة بالنسبة للكثير من متابعينا، وبالنسبة لي شخصيا لم أكن أتوقعها على الإطلاق. اليوم ما ظهر بالشكل المطلوب. كان واضح خلال المباراة بأنه لم يقدم أي شيء يذكر. أداء السلبي كان في مباراة اليوم صراحة مباراة للنسيان. بالتأكيد راح يتحمل شيء من هذه الخسارة،